هل يلام المرء على الذنب بعد التوبة منه؟ التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولو كان يذنب ويتوب ويرجع ويتوب هل يلام؟ عندنا في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث القدسي أن العبد يذنب الذنب فيقول: ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي، فيقول الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويجازي به، قد غفرت لعبدي. ثم يعود العبد ففي المرة الثالثة أو بعدها يقول الرب سبحانه: قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. والمقصود بذلك أن الله تعالى بعد كل توبة يتوب بها على العبد تكون هذه التوبة ماحية لهذا الذنب. ولهذا في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه لما مد يده ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام فقبض يده، أي قبض عبد الله بن عمرو يده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تعلم يا عمرو أن التوبة تجب ما قبلها وأن الإسلام يجب ما قبله؟ فالعبد لو أذنب ثم تاب تاب الله عليه، ولا ملامة ثم أذنب فيتوب تاب الله عليه، لكن ليست التوبة أن يقول تبت إلى الله وآخر مرة أعمل الذنب ده، لا، تكون توبة صادقة، عزيمة صادقة، عزيمة صادقة، عنده نية قوية. لكن مثلا يقول ده آخر مرة أعمل فيها الذنب ده، ثم بعد ذلك الخسيس يقع في الذنب مرة ثانية وثالثة ويداري ويكذب ويظن أن الله تعالى لن يفضحه أبدا. من علامات التوبة الصدق مع الله، الصدق مع الله. لكن الإنسان اللي بيكذب على ربنا وبيكذب على أولياء الله هذا إنسان حقير وخسيس لا تقبل له توبة، وهو مفضوح في الدنيا قبل الآخرة، نسأل الله تعالى العافية. قيل لأبي سعيد: يا أبا سعيد، يذنب العبد ثم يتوب، ثم يذنب ثم يتوب، ثم يذنب ثم يتوب، إلى متى؟ يعني إلى متى؟ قال الحسن البصري: إلى أن ييأس الشيطان منه، إلى أن ييأس الشيطان منه.